يا مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض رز معمر بالكبده، وصفتي الخاصه، وهنعمل بعد كده مع بعض سودا كريمي بالفانيليا، برضو وصفتي الخاصه. خليني اقول لكم بسرعه ايه الحاجات اللي موجوده النهارده عندنا في الرز معمر اللي بالكبده. عندي كبده متقطعه زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيره، عندي فلفل احمر، قرون فلفل شطه متقطعه، عندي توم مفروم، و عندي هنا للبرام او للصوص عندي لبن، عندي كريمه، مرقه مستكه، فلفل ابيض، كمون، وشويه جوزه الطيب، وطبعا ملح وفلفل، وعندي هنا شويه رز ابيض مغسول، وفي الاخر عندي برام مدهون زبده. طيب اول حاجه خالص، وك على النار وشويه زيت، وعلى طول مش هستنى وهنزل فيه الثوم والفلفل، هديهم كده تقليبه ظريفه. الرز المعمر بالذات بقى له 30 طريقه بيتعمل بيها، ولو ممكن تحط فيه اي انواع بروتين انت عايزها، يعني حمام، لحمه عاديه، لحمه ضاني، كبده، كبد فراخ. اللي هنعمله النهارده ان احنا هنسوي بس الكبده كده بره، وفي نفس الطاسه اللي بنعمل فيها الكبده هنسخن اللبن مع الكريمه عشان تاخد لي الطعم بتاع الكبده ده كله. على طول كده اول ما فيها شم الريحه بتاعه التوم واسمع الطقطقه اللي احنا سامعينها دي، يبقى احنا جاهزين. هنتبل الكبده كده، شويه ملح، فلفل اسود، وهنزلها على طول في الوك او في الطاسه بتاعتي، اديها تقليبه كده، اتاكد بس ان الزيت غطى كل حاجه وان التوم اتخلط كويس. طيب وهديها فرصتها كده تاخد السوا بتاعها مع ان احنا هنقلبها كل شويه. نيجي هنا بقى للخليط السايل بتاعنا. انا عندي هنا 3 كوبايات لبن او 3.5، هتنزل حضرتكوا في المقادير. هحط عليها الكريمه، فلفل ابيض، كمون، ورشه كده صغيره من جوزة الطيب، وهخلي المستكة والمرقة هنحطهم على طول في الطاسة. مضرب كده هندي بس ده كده ميكس كويس. طيب على بقى ما الكبدة تخلص خلينا نكسب كده شوية وقت. انا عندي البرام وعندي رز مغسول كويس، هحط بس طبقه صغيره قوي في الطاجن كده من تحت، ونكمل كده الطبقه الصغيره في البرام اللي احنا دهنينه زبده زي ما قلت لكم في الاول، وبعد كده هنزل على الطبقه دي بطبقه من الكبده، وبعد كده هنغطيها ببقيه الرز، وبعد كده السوائل. طيب انا الكبده بتاعتي كده خلاص اهي استوت، هنقلها على طول على البرام، بحاول قد ما اقدر اخلي السوائل اهي اللي موجوده عشان هي هتختلط مع اللبن والكريمه وبقيه السوائل اللي احنا عاملينها. طيب هنسيب دي كده هنا، وهنرجع تاني الوك على النار، وعلى طول هننزل باللبن والكريمة والتوابل بتاعتنا، هنديها فرصة كده يعني هناخدها بالظبط قبل ما تغلي، فهنديها فرصة بس تسخن كده كويس بالسباتيولا كده. نبتدي نحرك هون وننزل كده كل الايه الحاجات، لان ده هو ده 90% من الطعم. الحاجات اللي احنا بنسيبها في الطاسه ونروح نغسلها كده باستعجال، الحاجات اللي تحت دي اي بروتين بتعمله، شويه العصاره اللي بتنزل دي انزل عليه بشويه ميه، اديها كده تقليبه خليها تغلي شويه، هتلاقيها بتشلك كل الحاجات اللي تحت. ده لا هو حرق ولا هي حاجات المفروض تترمي، ده تقريبا كل الطعم اللي بيبقى في البروتين. فنحاول في اي وصفه بنعملها ما تضيعش شويه الحاجات اللي بتبقى موجوده في الطاسه، هتفرق قوي معاكم. تعالوا نفرد كده طبقه الكبده ونكمل نحط الرز على ما يسخن بس اللبن. انا هفردها كده
دكها كويس. حابب اعملها طبقات، اعملها طبقات. انا بعملها هي بس طبقه واحده زي ما قلت لكم، بحط طبقه من الرز تحت عشان بس الكبده كمان ما تلزقش ما تتحرقش تحت، وبعد كده بكمل على طول الباقي باقي الرز. هحط هنا المستكه ومكعب المرقه، هكسره كده صغير شويه، ساعده على ان هو يدوب. هنجيب الرز ونغطي بقى بيه اهو الطبقه اللي فوق كلها. التركه كلها بالنسبه لي في الحته بتاعه الرز المعمر، طب لما حاجه احط اللبن احطه بطريقه عامله ازاي عشان اتاكد ان انا يفضل الطبقات اللي انا عاملها دي ثابته زي ما هي، ما نلاقيش فجاه كتير وانت بتعمل الرز المعمر لو حطينا لو صبينا اللبن او السوائل بطريقه غلط هتلاقي الكبده دي كلها طلعت عامت على الوش، لما تخش الفرن بتتحروق وبتبقى مستويه اكتر ما احنا عايزين، فبتغير لنا شويه بس في القوام اللي احنا كنا عايزينه للبرام. ننزل كده بقيه الرز اهو كله. نديله كبسه كده اتاكد ما فيش حته بس فيها الكبده هي اللي باينه. رز مغطي اهو كله. احنا خلاص ابتدى اللبن اهو بيسخن قدامنا، يعني اقل من دقيقه وهيبقى خلاص وصل لانه هيبتدي يغلي. هنا هنشيله وهنبتدي ننقله على طول للبرام. طيب انا مسخن فرن على 180 200 وسايبه بقاله مثلا تلت ساعه لحد ما ياخد الحراره كده المظبوطه، وبعد كده هندخل فيه البرام. انا عندي تركايه كده بعملها، احنا المفروض بندخل البرام متغطي وفي الاخر بنديله الوش اللي هو بالشوايه، انا بعمل العكس، انا بدخلها الاول مشغل الشوايه تاخد الوش اللي انا عايزه بالطريقه المظبوطه ويبقى فيه سوائل كفايه عشان الدنيا ما تنشفش، اول ما ياخد الوش اللي انا عايزه بغطيه وبخليه يكمل الوقت اللي انا سايبه فيه في الفرن. جربوا كده الطريقه دي هتلاقيها يعني بتساعد اكتر ان هو ما يتحرقش مني الوش، بتساعد اكتر ان انا اقدر اعمل وش وفي نفس الوقت يبقى القوام الكريمي موجود جوه الطاجن نفسه. معلقه من الملح صغيره، زود شويه هنا فلفل اسود، رز المعمر بحب الفلفل الاسود قوي، والثوم، فخلينا ايه مركزين في الاثنين دول طول ما احنا بنقبل الطعم بتاعهم ما بيضايقناش. خلاص انا ابتدت الطاسه عندي من الحروف هتبتدي تغلي، فهرفعها على طول اهو من على النار، هجيبها هنا جنبي. اهم حاجه الحته دي قلت لكم احنا بننقل بقى السوائل، ف بالكبشه كده وبالمغرفه بالراحه قوي اهو ببتدي اوزع السائل بتاعي اهو شويش. هياخد مننا سنه وقت بس هي اكتر طريقه مضمونه ان احنا يطلع في الاخر شكل البرام بتاعنا زي ما احنا عايزين بالظبط، فمعلش ايه نديها وقتها. كده نبقى خلصنا تحضير كل حاجة في طاجن الرز المعمر بتاعنا. زي ما قلت لكم هاخده دلوقتي هدخله الفرن شوية مش متغطي، أول ما ياخد الوش اللي أنا عايزه هغطيه وهيكمل معايا الساعة إلا ربع بالكتير قوي، هياخد ساعة وهيبقى استوى. خلوني أطلع فاصل وأرجع لكم فيه بعد، أرجع لكم بيه بعد ما طلعنا من الفرن، وبعد كده نعمل مع بعض الصودا الكريمي بالفانيليا. خلوني أطلع فاصل بسرعة ما تروحوش في حتة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا طلعت خلاص الطاجن من الفرن زي ما انا قلت لكم، دخلته الاول مش متغطي خد الوش وبعد كده غطيته وخليته يكمل الساعه الا ربع بتاعته وطلع بالشكل ده. اوعدكم هتبقى حاجه مختلفه خالص عن الرز المعمر اللي احنا متعودين على طعمه. طيب خليني بسرعه اقول لكم المشروب بتاعنا النهارده اللي هو الكريمي سودا بالفانيليا، المكونات بتاعته ايه. انا عندي هنا سودا عاديه خالص، عندي مكعبات ثلج، عندي هنا ايس كريم فانيليا، عندي لبن، وعندي كريمه، وعندي في الاخر فانيلا سايله، واحنا مش هنستعمل طبعا خلاط خالص عشان الصودا. طيب اول حاجه خالص نجيب مكعبات التلج.
كده هنزل عليها بالسودا. هجيب كده اي حاجة بس هجمع فيها. انا عامل هنا زي ما قلنا هو الكريمة عليها اللبن وشوية الفانيليا. هدي بس الكلام ده كده تقليبة سريعة جدا. وعلى طول شويش كده. هنزله على السودا بتاعتي اهو. واخر مرحلة خالص هي الايس كريم. هنحطه كده بالشكل ده. اجيال بقى الثمانينات فاكرين كان دايما في المطاعم في حاجه اسمها السودا فلوت او الايس كريم سودا فلوت، اللي هو كان بيحط لنا البوله بتاعت الايس كريم على السودا من فوق. اخر حاجه فاضله خالص الشاليموهات اللطيفه بتاعتنا، ونبقى كده خلصنا الوصفات بتاعت النهارده. ارجو ان كالعاده تكون الوصفات كانت سريعه مختلفه مطرقعه وتكون عجبتكم. خشوا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، خشوا على سي بي سي سفرة على انستجرام على فيسبوك، قولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي بتشوفوها واي حاجة تانية لسه عايزين تشوفوها معانا. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.